الرادار، اهلا وسهلا ومرحبا بيك أمل الهاني. صباح النور، صباح الورد لبنى، ان شاء النهار زين وبدايه اسبوع موفقه لجميع المستمعين وخاصه اوفياء برنامج الشارع التونسي. كالعاده لبنى باش نحكيو اليوم في الرادار على موضوع يهم المجتمع التونسي، يهم المواطن التونسي. نحكيو على اكيد نحكيو على نسبه رفض المطالب، مطالب الشغل اللي نهزت تقريبا 92%، هذا وفق معطيات نشرها المعهد الوطني للإحصاء، وين شهدت زادة تراجع كبير وبالمقارنة بالعام اللي فارت. للحديث أكثر بخصوص هذا الموضوع يدخل معنا الخبير في التنمية سي حسين الرحيلي. صباح النور سي حسين. صباح النور. بخير، تحية لكم. مرحبا. شكرا لك لقبولك تفاعلك معنا. اذا سي حسين، كي نحكيو على تقريبا 459 الف طلب شغل، فقط يتقبل منهم 36 الف طلب شغل. نحكيو على هذا وفقا لعام 2021، وفقا لمعطيات المعهد الوطني للاحصاء اللي كان نشرها نهار 18 نوفمبر 2023. اهم ربما النقاط اللي نجموا نستخرجوها من الارقام هذه سي حسين، هو رفض مطالب الشغل بشكل كبير برشا، معناها دليل واضح على انه الاقتصاد ما يخلقش الثروه، لانه خلق الثروه هو اللي يولد مواطن الشغل. خلق الثروه والديناميك ايكونوميك، نحن اليوم في التريميستر الثالثه ديجا عملنا ان ريسيسيون بمعدل الا 0.2، والاقتصاد اللي منكمش اقتصاد معناه فيه تراجع للناتج المحلي الخام، وكي نتراجعوا في انتاج الثروه بالطبيعه المؤسسات تكون عاجزه على حمايه ما لديها من مواطن شغل، ما بالك باش نجم تقبل مواطن شغل جديده. وهذا دليل واضح على انه اليوم عندما يدخل الاقتصاد في مرحله الانكماش راهو دخلنا مراحل صعبه على مستوى انتاج الثروه وعلى مستوى كل التوازنات والموازنات الاقتصاديه. مؤشر التضخم 8.6 هو تراجع صحيح، ولكن يقعد مرتفع جدا، وبالتالي نسبة الفائدة المديرية غالية برشا 8، إلى درجة أنه كلفة الاستثمار غالية برشا، وبالتالي يقع الإحجام على الاستثمار والتوسع. ظرف اقتصادي داخلي غير مواتي، خاصة إذا كان خذينا بعين الاعتبار أنه جل رجال الأعمال اليوم تحت طائلة مقاومة الفساد هم في الحبس، حتى رجل الأعمال اللي يخدم دون ريغل دولار باش يحاذر على مستوى الاستثمار باش يخاف، إذا كان ما فكرناش أن الناس يمكن برشا في المستقبل باش تهاجر معناها بأعداد كبيرة، وهذا باش يأثر كبير، باش يأثر برشا على الاستثمار، والاستثمار هو اللي يجيب الثروة، والثروة هي اللي باش تخلق مواطن الشغل. هذاك علاش نسبة البطالة حسب التقرير نتاع المعهد الوطني للإحصاء الأخير أني ارتفعت إلى مستوى 15.8، هذا الرقم الرسمي، لكن الرقم الصحيح باعتبار أنه البطالة في تونس التسجيل اختياري نورمالمون النسبة راهي أكثر من 15.8، ولكن أصلا 15.8 أو 16 راهي تعتبر كبيرة برشا. واليوم نفهموا المعادلات أو الأرقام أو المؤشرات الاقتصادية العامة اللي صدرت في التقرير الثلاثي الثالث يبين بالكاشف أنه مش مستبعد وليس غريب أنه نسبة البطالة ترتفع، ونسبة قبول الملفات نتاع التشغيل معناها ما تفوتش براتيكمون 6 إلى 7%، وهذا الدليل واضح على أنه اليوم اقتصادنا مريض، وأن الإشكاليات هيكلية مش إشكاليات ظرفية. واضح سي حسين، قلت توا أنه الاقتصاد نتاعنا مريض منكمش. ومنكمش، وعلى ما يبدو أنه الأرقام هذه حسب كلامك ماشية وتزيد، فشنية ربما المجالات اللي من المتوقع والأكيد أنه نعملوا عليها ونشتغلوا عليها لزيادة مواطن الشغل؟ هو راهو القضية مش قطاعية، هي القضية كلية هيكلية. كي نقولوا هيكلية ثم مشكل على مستوى نمط التنمية في حد ذاته اللي أثبت فشله، وأنه حتى جملة الآليات أو الإجراءات اللي ناخذوها كأنه شخص مريض، وإحنا قاعدين نحاولوا نزرقوا له بطريقة أنه نمدوا له في نفسه أكثر من أنه نحلوا له إشكالياته الهيكلية. اليوم اليوم إعادة هيكلة، اليوم عندنا مجموعة قطاعات أو ما يسمى بالمحركات الأساسية للاقتصاد قاعدة متعطلة، معناه قطاع فلاحي، أزمات مرتبطة بالمناخ إضافة لأزمات هيكلية وتخلي الدولة منذ سنوات على القطاع الفلاحي. اليوم قطاع صناعي بدأ معناه وصل إلى 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 جوانبه القصوية في الخيارات، معناه اقتصاد مناول، ما زالت ما عندناش اقتصاد ذات قيمة مضافة قوية، وبالتالي عنده قدرة تنافسية ضعيفة، إضافة للمناخ العام نتاع الأعمال معطل. راهو مش معقول اليوم
صناعي او صاحب فلوس يجي باش يخدم خدمه باش يحل شركه يقعد بالخمسه سته سنين باش تحصل على الترخيص. اذا هذه اشكالات واعاقات هيكليه، وبالتالي اليوم يلزمنا نبدو بالبدايات، اعاده النظر في منوال التنميه، وبالتالي كشكل اجتماعي لانتاج الثروه، اعاده النظر في كل الاليات اللوجستيه والاجراءات، هذه يلزم نتخلوا على كل الاجراءات الباليه، نفتحوا المبادره الفرديه. اليوم راهو في ظل الوضع الحالي اقتصاد لا معناها القطاع الخاص يلعب دور كبير في مساعده، والقطاع الخاص ما ينجمش الا اذا كانت الدوله تهتم في قلها باش تنحي العوائق وباش توفر ما يسمى بالراس المال الفضائي، معناها سواء كان لوجستي او اجرائي او الترخيص. راهو وقت لبلادنا تتحول انه الترخيص استثناء، رانا نجموا نعملوا اقلاع، وبالتالي مش محتاجين للاحصائيات باش نشوفوا البطاله وتعطل الاقتصاد والانكماش، راهو اشكاليات هيكليه يلزمها تتحل بشكل هيكلي مش بحل ظرف. واضح. سي حسين انت حكيت على الحلول اللي خلينا نكونوا منطقيين وواقعيين انها حلول بعيده المدى باش نخدموا على تغيير منوال التنميه والا تغيير ربما بعض الاجراءات، خلينا نكونوا واضحين، القانونيه والا الاداريه، هذه كلها يقع العمل عليها اللي باش نشوفوا بعد النتائج نتاعها على المدى البعيد. لكن توا في 2023 واحنا داخلين على 2024 شنو نجموا نعملوا حتى نعاونوا ربما الشباب لايجاد مواطن الشغل؟ خلينا نكونوا واضحين اكثر وما ننساوش زادة كما كنت تحكي على أهمية القطاع الخاص سي حسين، دونك الحلول اللي على معقول. المستوى القريب يعني شنو تنجم تقول؟ لا أنا قلت لك نحن اتخذنا عندنا سنوات عدة ونحن ناخذ في الإجراءات الظرفية والإجراءات الترقيعية. أنا الأوان باش نقولوا راهو اليوم يلزم نخدموا على خمسة سنين إلى الأمام. راهو اليوم الحلول شنو الآليات؟ نعملوا حوافز، نعملوا مناطق صناعية، نخدموا المن، اقتصاد هيكليا معطل. نحن قاعدين نخسروا في الوقت باك الحلول نتاع تمديد الازمه، معناها نوخروا فيها. اليوم الحل الاساسي انه يزينا من الحلول الظرفيه، بان بالكاشف انه نخسروا في فلوس ونخسروا في وقت وما حلينا حتى مشكل. هذاك علاش انا راديكالي في الحكايه هذه، نقول يلزم نحطوا القضايا فوق الطاوله ونقولوا الحل يبدا اليوم، دون سانكون رانا نحلوا الاشكاليات هذه، وفي العشر سنين رانا نجموا نكونوا اقتصاد تنافسي، ورانا في 15 عام راهو نجموا نغزو اسواق، بالطريقه هذه الاقتصاد يبنى مش بالحلول الظرفيه وباش نعملوا اليه تشغيل هشه كيما الكرامه ولا السي في بي تو نحلوا مشاكل البطاله، ما نجموش نحلوهم. شوف السي حسين الاستثمار والاستثمار يلزموا فضاء، والفضاء يلزم اعاده هيكله كامله لفضاء الاستثمار في البلاد. واضح، تشوف انها فقط نقطة أخيرة باش نختم معاك، تشوف انها تونس والوضع نتاعها قادرة على انها نغيروا فيها منوال التنمية، قادرة على ربما تطوير منوال التنمية؟ يعني ما هو موجود في تونس من مواد، من موارد، من كل، من بيئة كذلك الاستثمار، يعني إذا كان نسعى لتغيير المنوال التنموي فهل انها تونس قادرة لتطوير؟ والله إذا كان نفتحوا حوار جدي ونختاروا ونحدوا محددات المنوال الجديد وشنو أهدافه وشنو شروطه وش يلزم باش نقلعوا دون لي سانكون ودون لي ديزون جايين في حوار مجتمعي شامل، لأنه التنمية والاقتصاد راه ما يهمش وزارة الاقتصاد أو وزارة المالية، يهم الناس الكل ويهم القطاع الخاص كقاطرة أساسية. اليوم نعتبره كقاطرة أساسية ولكن لازم نرجعوا له الثقة ونرجعوا له الأمان ونعطوه الإمكانيات اللازمة، والدولة باعتبارها هي القاطرة في الظروف هذه هي اللي تعطي المثال وتكسر الحواجز. نتصور أنه قادرين باش عندنا كل الإمكانيات البشرية والمادية والموارد الطبيعية اللي تخلينا رانا قادرين باش نتحولوا معناها في 15 سنين. وعدك علاش نحن ما يلزمناش نزربوا، يلزمنا ناخذوا وقتنا ولكن بخطى حثيثه، خسرنا برشا وقت باك الترقيع يزينا، ما خسرنا وقت وما خسرنا فلوس. واضح، شكرا لك. هذه هي النقطة اللي حبيت نوصلها معاك، اللي هي عندنا الإمكانيات اللازمة للتحول إلى منوال تنموي جيد وربما لإصلاح هذا الإشكال من الجذور. شكرا لك سي حسين الرحيلي الخبير في التنمية على كل هذه التوضيحات والمعلومات. إذا كما كنا نسمعوا لبنى أنه من المهم توا أن نتغيروا وعفوا نغيروا في منوال التنمية متاعنا كما كان يحكي سي حسين، وإن ناخذ بعين الاعتبار كافة الحلول اللي ديما كل خبير سواء في الاقتصاد ولا في المجالات الأخرى يدخلوا معنا يأكدوا على ضرورة إصلاح هيكلي لكل القطاعات الموجودة في تونس. مشكورة جدا. شكرا. أمال الهني، مشكور سي حسين الرحيلي على كل هذه التوضيحات. الحوار كامل تلقاوه على قناة يوتيوب إكسبريس فام، احنا مازلنا مواصلين معكم حتى للحداش بفقراتنا من بعد شوية. كل مسؤول باش يهم التصدي للعنف ضد المرأة، هي حملة فريدة من نوحة نكتشفوها من بعد شوية في كلام